بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون الأفاضل أيتها المشاهدات الفضليات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته جاءت الرسالة الرسالات الإلهية لترشد الإنسان من أجل عبادة الله عز وجل وأداء حقوقه ومعرفته والإيمان به. ومن جهة أخرى جاءت هذه التشريعات وهذه الرسائل السماوية وعلى رأسها الاسلام ديننا الحنيف من أجل أيضا حفظ حقوق العباد ومعرفة حقوق العباد وبذلك تنتظم الحياة الاجتماعية يقول الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبي بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اي بالعدل بالعدل بين الناس وتشير بعض الاحاديث النبويه ان الله عز وجل يسخطه الاعتداء على حقوق الناس اشد من الاعتداء على حقوقه سبحانه وتعالى لان الله غني لان الله ليس محتاجا الى عبادتنا فان الله عز وجل يغضب عندما تنتهك حقوق العباد وهذا من تمام القسط ومن تمام العدل. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الظلم ثلاثه الظلم ثلاثه فظلم لا يتركه الله وظلم يغفر وظلم لا يغفر فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله سبحانه وتعالى واما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى بعد التوبه والانابه. واما الظلم الذي لا يغفر او لا يترك فظلم العباد لان هذا الامر يحتاج الى محالله ومسامحه فاذا ظلمت الانسان او ظلمت العبد مهما كان هذا العبد فانك محتاج الى المسامحه لان الحقوق حقوق الله مبنيه على المسامحه ولكن حقوق العباد مبنية على المشاحة أي لا بد أن تطلب العفو والمغفرة من الذي ظلمته فأولى الأولويات أيها المشاهدون الأفاضل أيتها المشاهدات الفضليات أن نهتم برد مظالم العباد لأن الله عز وجل غفور رحيم كريم ولكن مظالم العباد تحتاج إلى أن, أن, أن نطلب العفو والمغفرة من الذين ظلمناهم لقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حق الجار ورهب من اذى الجار وبين انه اولى من الاكثار من النوافل ان تهتم بجارك احسانا وكرما وعفوا وحمايه افضل من النوافل نعم فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان فلانه تصلي الليل أي تقوم الليل وتصوم النهار تعبد الله كثيرا ولكن ميزان الأولويات مختل عندها هي تصوم الليل هي تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤدي جيرانها بلسانها لكنها للأسف الشديد تؤدي جيرانها بلسانها فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي في النار إن لم تتب طبعا من هذه الآثام وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار أي بالإقت الإقت هو اللبن الجف يعني تتصدق ما بما عندها من أمر يسير وتصوم رمضان وتحافظ على المكتوبة على الصلوات المكتوبة ولكن قلبها طيب ولكن لسانها حلو كله عسل يدعو للجار ولا يؤذي الجار فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي في الجنة فهذه المرأة أدركت سلم الأولويات ايذاء الجار محرم شرعا طبعا رغم ان النوافل امر جميل وامر امر حسن وهذه النوافل تقرب الى الله عز وجل ولكن ينبغي الا نؤذي جارنا بلساننا او بيدنا لان هذه القضيه هي اولى الاولويات. ان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المربي قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المفلس، استمعوا جيدا أيها المشاهدون الأكارم، أيتها المشاهدات الكريمات، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا يعني سلم أولويات مختل عنده فيعطها فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله إن النصوص الدينية من القرآن والسنة تحذر من الظلم والعدوان على حقوق الاخرين، وهي نصوص كثيره كما في قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. فكما يجب فكما نركز على حقوق الله عز وجل على اهميتها ينبغي ان نركز على حقوق العباد خاصه اذا كانوا من الارحام خاصه اذا كانوا من الجيران وبهذا نحافظ على سلم الاولويات فنتقرب الله عز وجل بالنوافل بالسنن بمختلف الطاعات ولكن ليس على حساب الاولويات الاخرى وهي ان نحافظ على حقوق العباد هذه هي الاولويات التي ركز عليها الاسلام لان الاسلام دين قيم دين اخلاق دين انسجام اجتماعي دين رحمه دين محبه فبهذا أيه ايها الاكارم لا بد ان نركز على هذه المساله ان ندافع عن حقوق العباد كما ندافع عن حقوق الله عز وجل ففي ذلك اجر عظيم وتعزيز للانسجام الاجتماعي وترسيخ للمحبه والموده والرحمه بين الناس بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته